أيضا يحضر هنا الدكتور عبد العزيز أحمد وهو السفير الإندونيسي هنا في السعودية. مرحبا بك سعادة السفير. السلام عليكم. أول مرة تحضر؟ أي نعم أول مرة. إندونيسيا أعلنت أن يوم الثلاثاء هو أول أيام رمضان. أي نعم نعم يوم الثلاثاء نعم. نعم اليوم كيف تشاهدون تجربتكم هنا في مرصد حوطة سدير أحد المراصد؟ لو أيضا يحضرني المترجم معي في حالة عدم توضيح أو عدم فهم السؤال. Yeah. Ini pertama kali juga untuk saya melihat langsung bagaimana penyelenggaraan melihat bulan. هذه أول مرة أن أشاهد كيفية ترائي الهلال di Saudi Arabia. في المملكة العربية السعودية. Kami melihat ini merupakan apa pembelajaran yang baik bagi kami. وهذه بالنسبة لي يكون علم جديد. Karena kami berbeda dengan situasi di Indonesia yang berpulau-pulau, di sini langsung di atas gurun. الوضع عندنا يختلف لوجود عدة الجزر وهنا فوق الجبل الصحراء. الصحراء. هل تستعينون بخبرات السعودية في عملية الرصد سواء في هذا الأمر أو رصد أيضا الأشهر الأخرى؟ Apakah Bapak bisa menjadikan ini sebagai pelajaran untuk bisa dilakukan di Indonesia atau kerja sama? Ini pasti akan menjadi bahan bagi kami untuk bekerja sama. Sebetulnya kami berharap ada undangan juga dari majma'ah ini untuk orang apa namanya para ahli di Indonesia yang bisa hadir ke sini. Hunak majal ta'awun fi tara'i al-hilal wa ana atamanna aslan ay يتم دعوة العلماء المختصين من إندونيسيا للحضور ومشاهدة ترائي الهلال في هذا اليوم. شكرا لك سعادة السفير. شكرا لك أيضا لهذا الحديث معك.